اهلا ومرحبا بكم من جديد في ضلال الاصيل، ويا عسل رايق مصفى يا عيون كاتلان الفا. قبل هذا اللحن الغنائي كنا في حضره ود مدني الجميله والتوثيق للموسيقى والفنون ورموز ود مدني، ثم جاء اللحن متآمرا مع ذلك عبد العزيز المبارك، ايضا الجزيره الخضراء وود مدني، وكانما ود مدني قرين للابداع. في هذا المزيج الثلاثي ما بين الموسيقى والفنون وود مدني والإبداع والغناء، ننقلكم إلى المساحة القادمة وهي في ذات المضمار الثلاثي. أرحب فيها بضيفي داخل الاستوديو، الموسيقار البروفيسور الفاتح حسين. مرحبا بك في ضلال الأصيل. ألف مرحبا وتحية لكل المشاهدين. حبابك عشرة. ونعلق شوية على الأغنية اللي كانت عندنا قبل شوية، عبد العزيز المبارك، الله يرحمه ويغفر له الرحمة والمغفرة. طبعا هو من أبناء مدني، شيء معروف طبعا، ويعني يمكن يكون أهنا من أطفال صغار، يعني هو كان بيغني في الأعراس في مدني، وقلت لك لسه يعني على الموسيقى ما دخلت لسه، فيعني كنت بس مولع بالآلات الموسيقية. فهو لما كان بيجي في مدني وبيغني، وكان نجم في مدني طبعا، فتلقى احنا قاعدين ما نشوفها صغار في الوضع، كنا قاعدين قدام الفنانين دي، لكن انا الحقيقه ما كنت قاعد على الغنى، كنت على الالات اللي بتعزف دي. يعني لاحقا بعد ما بقيت محترف في العزف والموسيقى، عزفت خلف، اشتغلت معه كثير جدا جدا، وراجل كان اخ وصديق اكبر بالنسبه لي، ويعني وعملت له حاجات برضه عزفت عليه كثير جدا جدا يعني. كيف طيب بروف الفاتح، ماذا تبقى في الذاكره من ايام روسيا دراسات؟ ذكريات جميلة طبعا. أنا بقول لهم حياتي إيش في روسيا مع زيدة ثاني، يعني 7 سنين في روسيا، ما بين التحصيل الأكاديمي، ما بين يعني حضور الحفلات الكبيرة في مسارح كبيرة، حضور مسرح البالي، الحاجات اللي فاقدينها في السودان ما في، يعني حضور الأوركسترات الكبيرة والأعمال السيمفونية الكبيرة، بالإضافة لشغلنا ذاته في الأكاديمي وأنا طالب. يعني يعني الاستاذ بتاعي بتاع الجيتار، انا في الاول مشيت ادرس جيتار اصلا، انا مثلا ماجستير ودكتوراه دي هي جات بالصدفه، جات لاحقا ولا اقل. يعني انا سافرت من السودان بعثه من المعهد العالي للموسيقى والمسرح السابق اللي هو الان كليه الموسيقى والدراما، عشان ما اعمل دراسات متقدم في اله الجيتار، ده كل الموضوع يعني. لكن هناك اتاحت لي الفرصه، وخاصه بعد ما يعني معهد الموسيقى ضموه لجامعه السودان، وفي بعد ذاك بقى هو كليه يعني. فبقيت مطالب بانه انا لابد اخش في مجال البحث العلمي، لانه لو كنت حتى رجعت بالشهاده بتاعتي بتاعت الادفانس كورس او العمل الدراسه المتقدمه في الاله، يعني الخطاب الجاني هناك في موسكو، الخطاب الجاني براوي يعني، فانه انت كان جيتنا راجع كده بالدراسه المتقدمه في الاله دي، احنا ما بنعتبرك درجه علميه، احنا بنعتبرك شهاده فوق البكالوريوس بتاع الموسيقى. اما اذا حبيت تخش في الجانب الاكاديمي اللي هو البحوث العلميه فمرحب، والحاجه دي فرصه انا قاعد في موسكو يعني، والكويس انا كان عندي ماده جاهزه يعني، يعني انا الماجستير الدكتوراه دي كلها كان فيما يخص اله الجيتار. في ناس بيفتكروا ان انا عملت يعني الدكتوراه والماجستير في الجيتار، ما في حاجه اسمها يعني بحث علمي في اله في عزف يعني، اله واحده او في عزف يعني، ما في حاجه اسمها دكتوراه وماجستير في عزف على الجيتار، انما كتبت عن تاريخ الجيتار ده في الماجستير، يعني تاريخ الجيتار، تاريخ دخوله في السودان 200، وطبعا لما نقول كلام زي يعني طوالي يعني يكون يظهر لك شرحبيل احمد اللي هو بنقول ابونا في اله الجيتار، الرائد الاول لاله الجيتار اللي هو اثر فينا كلنا وخلانا نتعلم اله الجيتار يعني. فشرحبيل احمد كان بالنسبه لي مرجع كبير جدا جدا، فيعني كل يمكن الماده اللي اخذتها عن تاريخ الجيتار في السودان ودخوله هي كانت مع شرحبيل. نعم كان في اخرين ساهموا معي في، لانه ما في دراسه سابقه عشان اعتمد عليها، فبقيت كل المراجع كانت هي مراجع شفهيه، فبقعد بسال سنه كده كان في شنو، سنه كده كان في شنو. فبعد ذلك توصلت لنتائج كثيره جدا جدا، بانه يعني الجيتار مثلا كان مستخدم في جنوب السودان من قبل شمال السودان. انا في رسالتي قسمت قلت الشمال والجنوب، والجنوب لانه وحتى اليوم محافظ على الافريقيه بتاعته وكده، يعني الناس اللي حصلوا الموسيقى وجنوب السودان يعني ما بيستخدموا كمانجات او عود او شغلهم كله درامز، جيتارات، الات قويه يعني النفخ، حاجات زي دي. اما في الشمال لانه هنا كان في تاثير عربي كبير طبعا، احنا مشينا كده على الثقافه العربيه يعني، فبدات كمانجات وعود ومحمد عبد الوهاب وبدر حمدي
تأثير الثقافة العربية كان أكبر. كان أقوى. جميل. نحن ما نذكر تجربة روسيا وأيام روسيا إلا وتذكر تجربة الراحل المقيم محمود عبد العزيز. السلام ورحمة الله عليه. هي برضه هذه من الحياة الجميلة. الشهر قضاه معاه في موسكو. يعني عاش مع أيام جميلة جدا جدا. يعني حتى كان قاعد معاه في السكن الطلابي. والسكن الطلابي يمكن هي قاعدة عمارة تكون من قريب 18 طابق. وكلها طلبة بتاع الموسيقى. يعني نقدر نقول من عمر 10 سنين من 12 سنة وإلى ما فوق. يعني طبعا الروس عندهم أو في كل أوروبا بتلقى الدراسة يعني مبكرة. يعني أي تخصص بيدرسوه بنشوفها صغار. فالطلبة الصغار ده عندهم طبعا جزء في الداخلية برام سكنهم برام. وأما إحنا الكبار ده كان برضه سكننا برانا لكن كله بيلدينج واحد عمارة واحدة يعني. فمحمود عاش معي في جو زي ده. يعني تخيلت من الصباح تصحى يعني غير الآلات الموسيقية ما بتسمع حاجة. يعني الطابق كله بيعزف بيه هنا اللي بيغني بيه هنا أي غرفة تلقى فيها بيانو. أنت وزعت له ألبوم سكت الرباب مش كده؟ أنا حقيقة مش توزيع ألحان وتوزيع. ألحان وتوزيع؟ نعم ألحان له. طيب الفكرة يعني من البداية كده هو زوجة سكن معه كنتم متفقين على إنه تلحن ليه ويغني ليك ألبوم سكت الرباب؟ ولا جاءت أثناء القعدة كده؟ لا الحاجة دي جاءت بنظرة عن بعض الصدفة. يعني أنا محمود كنت معجب بصوته شديد جدا جدا والتقيت به قبل ما أسافر روسيا. يعني التقيت بمحمود يمكن مرة مرتين. يعني طريقة أداءه كان عجباني وخاصة لما كان مع الفرقة بتاعت البعد الخامس. يعني كان في تنفيذ موسيقى عالي جدا وفي أداء جميل جدا جدا. يعني محمود ما شاء الله يعني كان صوت قوي وصوت طرو وكده. فحتى مرة زارني في البيت وقال لسه يعني. فحتى قلت له يا محمود أنا إن شاء الله بيجي يوم من الأيام هعمل معك شغل. وشاءت الظروف بعد ذاك أنا سافرت روسيا وبعد ذاك هناك التقيت ب يعني السينمائي دكتور وجي كامل وقتها كان بيحضر في الدكتوراه في روسيا. ووجي برضو عنده ميول شعريه وزول بيرسون. فبلد الغرب يعني كان بنقعد مع بعض بمشي له في السكن وبيجيني في السكن ويقوم بيكتب شعر. وانا كنت بلحن طوالي الوقت ده. انا حقيقه كنت بلحن دائما بيكون صوت محمود جواي اثناء التلحين. الكلام ده قبل محمود ما يجيك روسيا؟ قبل ما يجي اي قبل ما يجي. ولسه محمود ما كان عارف حاجه عن الشغل ده ولا ما حيغنيه. لكن انا كنت يعني بلحن بالإحساس أو السنس بتاع محمود. فبعد ذاك لما الشغل ده انتهى وعملناه ووزعته وكتبته طبعا ما محتاج فرقة ولا بتاع نازل كلهم قاعدين معي في الداخلية يعني. أيوة في نفس السكن. نفس السكن ونفس الطابق. هنا بتاع يعني كمان جاد هنا وكده. وبعدين معظم الفرق قاعد بنات بالمناسبة. يعني يمكن الأولاد كنا أنا ومعي واحد ثاني بتاع فلوت وكمان جاء الباقيين كانوا بنات كان شيلو كان كمان جاد كان كده يعني. فكانوا هم معجبين جدا جدا بالشغل العامله لأنه بالنسبة لأذنهم كان غريب. يعني الأول مرة هم يسمعوا موسيقى أو يعزفوا. لكن يا بروف هل أنتوا استدعيتوا محمود عشان يسجل الألبوم هناك ولا محمود جاء أصلا للمناسبة وبعد ذاك سجل الألبوم؟ نعم أنا بعد ما عملت الشغل ده ورجعت السودان في الوقت ده كان علاقتي علاقة قوية جدا جدا مع شركة حصاد الإنتاج الفني على رأسها يعني كان الأستاذ أحمد يوسف اللي هو التحايا من هنا وعلى رأسها كان صلاح المبارك. فبقت عندي الألحان دي موجودة وجيت طوالي كلمت أحمد يوسف قلت له يا أخي أنا عايز أسجل الشغل ده ولكن ما في السودان. أنا عايز أسجله في روسيا. بترشح منه؟ قلت له برشح محمود عبد العزيز. أحمد طوالي لم يتوانى يعني قال لي جدا. بعد ذاك عملنا إجراءاتنا حقت السفر وبحكم أنا طالب هناك وعندي غامتي ما كان في مشكلة فأنا محمود ياخذ تأشيرة يعني من السفارة الروسية هنا في الخرطوم. وسكت معي محمود هنا من هنا طلعنا سوا سافرنا لغاية روسيا. ما كان علينا نخش الاستديو ونسجل. هذه كل القصة اللي فسجلنا رغم انه كان جاهز يعني. طيب خلينا نجيف معك على نقطة مهمة جدا قبيل في راسي يعني السؤال ده. تعليق الروس كان على صوت محمود عبد العزيز لما سمعوه في الاستوديو؟ ايه كان في اعجاب طبعا. هم كان في اعجاب. الناس زي ما هم يعني الثقافات دي متباعدة. يعني كونهم يسمعوا اداء بشكل خماسي بلغة غير لغتهم يعني. فهم كان يعني الحاجة بالنسبة لهم يعني هم الروس ده بيحبوا يعني الحاجة الجديدة. يقول لك نجرب الحاجة الجديدة دي وجينا نجرب دي عندهم كثيرة جدا. فيعني حتى لما كنت عم معهم بروفات هم ما يعني مثلا خلي العيش حرام هم بيعزفوها لكن ما عارفين ما عارفين معناها ما عارفين ذاته المزيكا دي شنو هم النوتة مكتوبة قدامهم يعني. أي. لكن كانوا بيتكيفوا من الألحان. محمود كان لقى إشادة من المهندسين اللي في الاستوديو يعني يعجبه بصوته جدا جدا. إيفن الفرقة الموسيقية كلها روس طبعا برضه كانوا معجبين جدا جدا بصوته
وكانوا مرات بيقول لي يا زول لما يقعد يواصل الدراسه هنا هو يعني ليه عايز يرجع السودان؟ ما انت ممكن تساعده عبر السفاره السودانيه وعبر انه يقعد ان شاء الله يعمل كورس بتاع سنه سنتين في الصوت. وفي ناس كانوا بيقول لي بيقولوا لا انه هو ما يدرس لانه لو درس الموهبه الربانيه دي ربما يقوم يفقدها لان الموسيقى بعد ذلك هتدخله في حسابات ثانيه الدراسه يعني دخلوا حسابات في حسابات ثانيه بيبدا يعاملك علم ايوه وتحت له فرصه يعني انا بتذكر يعني في الاستوديو كان في موزع موسيقي مشهور جدا جدا معروف على منطقه روسيا فكان معجب بصوت محمود وطلب مني بانه المره الجايه انا لما ارجع السودان اجازه لازم ارجع اجيب معي محمود ويجيب معه 20 اغنيه حدده بالتحديد كده على اساس انه كان فكرته الاساسيه انه ال 20 اغنيه اول حاجه ما يكون هنا في زول حاول يلحنها اقصد يوزعها ولا كده حاجه ما ضخام هو حيشتغل الشغل ده وهو حيتكفل بكل التكاليف اللي لها علاقه بمحمود من ناحيه سفر وحفظ وكده وكده ولا مستهدف هو السودان هو حيطلع اسطوانه سي دي زي من الاسطوانات يعني والاسطوانه حينشرها في اوروبا مش في السودان دي كان فكرته وكان بيقول لي زي ما الشاب خالد في الجزائر انتشر برا زي ما بعرف ناس كثار من الفنانين يعني انتشروا برا فقال لي احنا محمود ممكن نعمل له اسطوانه وننشرها برا في اوروبا يعني من السودان هم عارفين انه خلاص احنا نودي كده لاوروبا يعني احنا حنواصل في حوارنا ده لكن خلينا انا وانت والمشاهدين نشوف ماده هي عندها علاقه بكلامنا اللي بنقول فيه ده وهي من مركز بروفيسور الفاتح حسين ونرجع نواصل في حوارنا ان شاء الله. بكم من هذا التنوع الموسيقي اللي شاهدناه قبل شويه وهو جزء من العرض الموسيقي اللي قدمه بروفيسور الفاتح حسين في أماسي الرياض قبل اسبوع او يزيد قليلا. نواصل الحوار مع بروف الفاتح حسين من داخل الاستوديو. مرحبا بك حبابك عشرة ونحن سعيدين في السياحه دي لكن ننقلك نقله ثانيه وكمتخصص في الموسيقى نتكلم عن تجربتك مع محمد الامين اضافت لك شنو؟ كثير. محمد الامين طبعا بسمعه وانا طالب في الثانوي العالي. زمان ده كان بيقول لك محمد الامين بالعود دي كانت الشرائط المنتصره فبحس كنت بانه الالحان حقته يعني ما تقليديه نقدر نقول وكنت اتمنى بانه لو يداك وهي مدني طبعا وكنت بلاقيه في مدني لكن ما كان المعرفه كده يعني لقيته في مدني كثير جدا جدا واذكر انا لقيته مره وعزفت معه كمان في مدني كنا عاملين اتحاد الفنانين بتاع الجزيره عاملين كان يعني زي رحله لفنانيننا في الخرطوم
من ابناء مدني كان جه هناك وغنوا على الحفله. كان دعم لاتحاد فنان الجزيره اللي هسه موجوده. وثاني يوم كان في رحله في حديقه كبيره جدا في مدني. فانا يعني سعيد جدا من ده. كان عزفت معاهم وعزفت مع الراحل رمضان حسن لان الفرقه كانت بتاعت مدني اساسا. فبعد ده بقت الامنيه فانا يعني بتمنى فانا اعزف مع محمد الامين يعني. ففعلا بعد ما التحقت بمعهد الموسيقى وطالب في سنه ثانيه كنت بذكر فيعني ابتدت عندنا اصلا شله يعني فكره شله وضعت بصمته كلها يعني عندنا سعد الدين الطيب مرغن الزين عثمان النو الشله احنا كنا اصحاب في معهد الموسيقى هو ليتر بعد ذاك عثمان عمل هيك دجالات انا بهنا عملت السمندل نهايه الكلام ده كان في النصف الثاني من الثمانينات طبعا فسعد من اوائل الناس يعني اللي اشتغلوا مع محمد الامين وعن طريق سعد سعد الدين الطيب عازف الكيبورد سعد الدين الطيب نعم عن طريق سعد احنا ابتدى هو نخش الفرقه بتاعت محمد الامين لما فجاه كده اكتشفنا انه الفرقه دي كلها يخش لجنه بتاعت انتوا اصحاب اهل في المعهد او في الكليه حاليا احنا بقينا اصحاب وبعد ذاك افتكر الفائده اللي استفدناها منه يعني راجل هو مؤلف طبعا مساهل في الالحان وضع الالحان الشهره اللي جيناها من خلفه هو يعني كنا نعزف معه يعني الناس كلها عرفت فرقة محمد الامين النيم بالاسماء فده كله ادانا يعني بيقولوا شو دفعه قويه فانه نواصل واحنا بنعزف مع فنان غير مكان في الوقت ده اضافه انه فتح لنا الفرص انه احنا نسافر نشوف برا العالم فيه شنو يعني احنا اشتغلنا معه بتذكر بعد شهر من عزفنا معه احنا سافرنا معه انجلترا ومن انجلترا فتنا فرنسا احنا الوقت ده طلبه يعني حاجه كانت بالنسبه لنا كبيره جدا خلعه يعني فعملنا شريط لندن المعروف حفل انجلترا او حفل لندن وبتاع ده احنا نفذناه هنا يعني طيب لازم موجود يعني انت متهم متهم ركز لنا في المتهم دي بانك ضنين في تقديم الاعمال اللحنيه يعني قليله ايوه ما قاعد تقدم الحان مركز اكثر على المزيكا على التاليف الموسيقي هو صح مع انه عندك تجربه لحنيه رائده انا لحنت كثير طبعا يعني في اغاني كثيره لحنتها مثلا بين الليل وبين يوم باكر كان بتغنيها حنان النيل لحنت يعني من الاغاني الواحد حتى حاجات بقى ينساها يعني كويس لحنت لعماد ابراهيم الراحل عماد ابراهيم حاجات كثيره جدا جدا شاعر عماد الدين ابراهيم انا نعم شاعر عماد الدين ابراهيم نعم الله يرحمه في له فلحنت لحاجات كثيره جدا بلاد النور والخاص الخير الحان بلاد النور دي الحان عثمان النو لكن نفذناه احنا في رأس السمندل بلاد النور وكده يعني ف وعماد انه كان صاحبنا شديد في لما كنا طلبه في المعهد يعني لكن ركزت اكثر في الفتره الاخيره بتاعت لما كان محمود انا حقيقه عندها الحان غنائيه كثيره جدا جدا لكن بقت عندي زي صدمه كده عارف يعني ليه؟ لانه محمود بعد ما احنا انتهينا من التسجيل لو جيت ورجعت السودان وكده واستغريت محمود كان عنده فكره في انه احنا نعمل حفله ونسميها حفل اقصد الشريط سقط الرباب تغنوا فيه كل الاغنيات كل الاغنيات كله بالنوته وبالتوزيع الموسيقي وكوننا فرقه ما لا غير عن 30 عازف حيتنفس كان شغل كبير جدا جدا وبعد ذاك برضه اديته الحان جديده غير الموجوده اساسا ولا زالت موجوده عندي في الكمبيوتر يعني كويس بعد ذاك حصل هو انا اراده الموضوع كانت هي الاول والحقيقه عملت لي زي صدمه كده عرفتها يعني هسه انا عندي الحان كثيره جدا غنائيه يعني ممكن اتغنى فقمت وقفت القصه شويه ابتديت اتجه في مسرح حقت الموسيقى البحته لانه اصلا الموسيقى البحته انا بديت بالموسيقى البحته اصلا بس كده انا وصلت للمشوار ده يعني طيب ذكرت لي قبل شويه فرقه السمندل ليه انتهت فرقه السمندل وتلاشت سريع وشنو اسهامها في الموسيقى السودانيه؟ اسهامها كان كبير فرقه السمندل دي اول حاجه دي اول فرقه يعني تتكون من اساتذه وطلبه وخريجين من كليه الموسيقى والدراما يعني زمان المعهد يعني وقتها احنا عملنا الفرقه دي كنا احنا كعازفين كنا نجوم ورا محمد الامين يعني وطالعين ونازلين معاه في كل المشاركات الخارجيه او الداخليه يعني فجات الفكره فانا نكون الفرقه دي وكوناها انها تهتم بالموسيقى البحته ده الفكره يعني ما يكون في غنى احنا ما ضد الغنى لكن قلنا لا احنا الوقت ده مولعين كنا بيجي مصلاص موسيقى بحته واحد اسمه بول مري من فرنسا يعني ريتشارد كرايدرمان بتاع بيانو كنا نسمع الناس دي فقلنا احنا ليه ما يكون احنا برضه في السودان تكون في موسيقى بحته من غير غنى نقدر نبرز فيها جماليات الموسيقى من ناحيه توزيع وهارموني الشيء ما متعود عليه المستمع السوداني كويس وثقافتنا كان عاليه جدا في السماع فابتدينا ناخذ الحاجات السودانيه
ونخطها في اطار جديد بثوب معاصر، حاجه تكون قديمه نخليها تبقى جديده كده يعني. ومشينا في اللاين ده. اما هي تلاشى السريع انا افتكر في ظروف كثيره جدا جدا يعني. انا بقول للانف الرسمان ده يعني ما توقفت لانه كان في خلاف او مشاكل داخليه في الفرقه او ما في، كان في بالعكس كنا اصحاب. وفي فرقه السمندل يعني اذكر سنه 90 وانا ماشي روسيا يعني كان حقيقه في ضغوط شديده جدا جدا هنا مع بدايه سنه 90 يعني. حفلات بتقيف، حفلات تتكنسل، تاجلوا الحفله يعني من 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 جهات اخرى انا ما اقدر اذكرها. احنا نلقى الحفله طشقت، الجمهور جاء والجمهور فات وخلاص قالوا ما تعزف وخلاص بالقوه ما حنعزف يعني كده. ففي الفترة دي كنت سافرت روسيا، هم بعدي بسنة كان سافروا كفرقة، سافروا اليمن شاركوا هناك في احتفالات، رجعوا من اليمن سافروا ليبيا سنة 91 برضو شاركوا في احتفالات الفاتح من سبتمبر، كان بدعوة خاصة يعني من ليبيا. ورجعوا من هناك تاني سافروا القاهرة عشان يعملوا تسجيلات لشركة حصاد، ومن هناك كلهم اتوجهوا فاتوا على أمريكا عشان يشاركوا في مهرجان الافريقي كان بيتعمل في نيويورك على ما اعتقد، وكان على راسه يعني استاذتنا هي طلسه واستاذ الموصلي، هم دول ساقوا الجماعه دول ودهم عشان يعزفوا معاهم هناك في نيويورك. والمشاريع ثاني ما رجعوا الكلام ده من 91 تقريبا. في جزء منهم سافر كندا، في جزء فات النرويج يعني ما كلهم بقت السمندل ما في كافراد، لكن هي كفكره موجوده. أنا يعني بتمنى السبب الاساسي هجره الناس، هجره اساسا وابتعادهم عن بعض. هذول كان فات يشوف مستقبل وحاجات وكده، والوضع كان في السودان صعب. انا بقدر اقول بدايه التسعينات دي كانت اكثر فتره هاجرت فيها عقول كثيره جدا ناهيك عن الموسيقى في كل المجالات. دي كانت فتره بتاعت هجره جماعيه للناس دي كلها طلعت برا. نحن حنجي نتكلم عن تجربه ثانيه لواحده من الفرق الموسيقيه، لكن خلينا انت ونحن والمشاهدين نشوف واحده من اعمال الموسيقار فاتح حسين ونرجع نتواصل. من هذا التنوع الموسيقي الذي شاهدناه قبل قليل وهي من أعمال الموسيقار الفاتح حسين، وشفنا فيه التنوع بين الإيقاعات المختلفة شمالا وجنوبا وإيقاع الكرنج اللي بدأت به المحطة. بروف نعلق شوية على المشاركة الأخيرة اللي قيمت في أماسي الرياض بالمملكة العربية السعودية. طبعا دي آخر مشاركة لي تقريبا من اللي كان 10 يوم لورا يعني. دي كان بدعوة خاصة من هيئة الترفيه في الرياض، يعني دعونا عشان نجي نقدم غنانا الشعبي او موسيقتنا الشعبيه والرقصات الشعبيه، وانا اشكرهم شديد لانه اعطونا فرصه كبيره جدا جدا فانا حقيقه نعكس التنوع الثقافي السوداني
احنا بلد غني جدا جدا، يعني احنا لو قدرنا نطلع بالماده الشعبيه بتاعتنا دي، انا متاكد يعني الواحد بحكم زياراته الكثيره ومشاركات مهرجانات كثيره بنوري السودان ده شنو اساسا. الناس برا السودان بالنسبه لهم مشاكل حروبات شنو ما عارف كلام زي ده. تفاعل الناس كان معك كيف؟ قوي جدا جدا زي ما انت شاهد يعني. وبعدين الحضور السعودي كان كبير جدا، يعني حتى اخر حفله كانت الجمعه قبل فات اضطروا يجي يوقفونا من جوا حيث المسرح الشغالين، لانه الجمهور اللي كان موجود في الحديقه زي حسب ما قالوا لنا المنظمين كان في 32,000 ديل جوا الحديقه، وفي الشارع سواء سعوديين او سودانيين ديل لكم في الشارع ما قادرين يخشوا، ما قطعوا لهم شاشات كبيره عشان يشاهدوا. الحقيقه انا عندي فيديو يعني عشان ما اقول انا بنظر صحيح كويس، فخطوا لهم الشاشات. بعد ده كان في زحمه وكده، اضطرت الجهات الامنيه هناك توقف لانه الشوارع اتقفلت وشو شو، فاضطروا يوقفونا وقمنا عوضناهم حفله يوم السبت الطوالي. والحفله ده كان حفل خاص يعني مسرح صغير بشيله 400 نفر وضعفوا ناس معينين عشان يجي يسمعوا الشغل بتاعنا ده يعني. نحن ننتقل لمحور ثاني هو قريب من محور فرقه السمنده، الفرقه القوميه السودانيه للموسيقى، برضو من التجارب التي وئدت باكرا. نتكلم برضو عن التجربه دي، تجربه الفرقة القومية للموسيقى. الفرقة القومية التي قتلت في مهدها أنا أقدر أقول. الفرقة دي أنا أفتكر كان ممكن لولا تدخل بعض الأيادي ولولا يعني الحاجات اللي بيقولوا شنو الدهاليز بتاعت السياسة وكلام زي ده، لكانت الفرقة دي أكبر فرقة في أفريقيا. أنا رايحت من روسيا سنة 98، وزارة الثقافة استدعتني، وقتها كان الوزير الدكتور راهي صلاح الدين، بأنه انت طالما رجعت من روسيا وكده وحامد رئيس الدكتوراه، احنا عندنا فكره تكوين وتاسيس فرقه قوميه للموسيقى. وتوفرت لي كل الحاجات يعني من الات موسيقيه لمقر لبتاع، والفرقه ابتدينا السنه كامله احنا بنعمل في بوابات بالرغم من الانتقادات الحاده اللي كنا بنلقاها يعني، وخاصه من وسط الفن ذاته يعني. يعني اي زول متى ما اختار الفرقه القوميه اصبح يتكلم عننا كلام مجمل في الجرائد يعني. لكن ظهرنا بعد سنه فالناس عرفت، ابتدينا نعمل حفلات كبيره في القاعه في المسرح القومي. شنو كانت فكرتها او فلسفتها؟ هو يعني الفكره هي يعني برضه الاخذ من التراث، الاهتمام بالتنفيذ الموسيقي، يعني احنا حتى اليوم حقيقه عندنا مشكله كبيره جدا جدا في مساله التنفيذ الموسيقي في الاداء في العزف. نعم شغل جميل واي شيء، لكن ما في اهتمام بـ 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 بالتوزيع بحاجات ملاحظات صغيره جدا جدا، برغم انه الساحه الفنيه الان ملانه ناس دارسين موسيقى، لكن انا ما اعرف ليه ما يمشوا في اللاين بتاع انه الناس تنظم الشغل. يعني انا ما اقدر اتكلم كثير زملائكم يزعلوا مني كويس. لكن احنا تنقصنا حاجات كثيره في تنفيذ موسيقاتنا. بتعتقد بروف انه مساله التراث الشفاهي اللي عندنا، التراث الموسيقي والايقاعي والتراث الغنائي، تراث شفاهي وبنخاف ننوت غنانا ده ولا كسلانين، والمشكله شنو؟ المشكله هي مشكله قديمه جدا جدا. يعني حتى اطلعوا على زمانك بيقول لك العلماء والحرفاء. العلماء هذول الناس الاكاديميين هو زي والحرفاء هذول الناس اللي بيكونوا يتعلموا الموهبه ساكت. لكن طبعا ده كلام بيتقال ساكت في الساحه الفنيه. كويس ما في حاجه بتتطور من غير علم، مستحيل. يعني الامريكان لما وصلوا للقمر ما وصلوا وصلوا بالعلم. تدريبات معينه لغايه ما وصلوا، العلم ده في كل شيء. فيعني الصراع ده قديم جدا جدا ما بين الناس الدارسين والناس الغير دارسين. في ناس عندها حساسيه مع قرايه النوته، انا تعلمتها اعزف خلاص من هون عزفت اللحن، لكن لا اللحن اللي بتعزف فيه ده بتكون فيه مشاكل تكنيكيه كثيره جدا، حتى في الصوت الصادر من الاله، طريقه العزف يعني ولفترات طويله جدا. يمكن في بعض الفروق بتهتم بالحاجه دي، يعني بتلقى في مجموعه بتاعت كمانجات اللي هو بقول لها دي احنا بنقول لها اسره الوتريات. فكله بتاع كمانجه بيكون بيعزف في خانه براو او الغوص طالع ساكت او غوص نازل، لا الكلام ده المفروض يكون موحد. النوتة لما تكون موجودة نوتة كلها حتوحد الشغل دي. ليه احنا منظرنا ما يكون جميل؟ الموسيقى ده ما هي نظام اصلا. ليه مثلا بشوف مجموعة الكمانجات في الاوركسترا كل واحد شغال براو، وبعدين واحد مقبل كده وواحد مقبل كده، يعني الحاجة دي ذاتها شوية المفروض تتنظم. فبالتالي لما انا اشوف مجموعة الكمانجات وده منظر، اشوف القوس طالع مع بعض ونازل مع بعض، دي بتختلف حتى في النغمة في التون. يعني انا ممكن اجيب زول في الكمانجة مثلا بلغة الموسيقى يضغط صوت دو مثلا ويعزفه والغوص نازل، وفي واحد بيعزف والغوص طالع نفس الدو. التون كرر هنا للموسيقى بيحس به يعني،
انه لما نعمل كده الدو ولا ارجع الغوز دو كل واحد بيكون عنده تون كلر مختلف. نعم هو دو موزون واي شيء. فالموسيقى نظام في كل شيء كويس. فاحنا اعتمدنا اصلا من الرحيل الاول يعني من سرور من كروما لغايه ما جات فرقه الاذاعه لغايه اعتمدنا على مثل حق التلقين انه الملحن يحفظ الفرقه وان كان في تجارب سجاد اقدر اقول لكن تعود انه انا اجيب العود او بصوتي احفظ الفرقه بعتمد على السمع. طيب العازفين اللي قاعدين قدامك ديل انا بقول لهم اللحن بالعود الناس سمعها مختلف. انا ممكن التقط الجمله الموسيقيه بفهمها انا والجنبي يلتقط بفهمه بالتالي يكون ما في يعني توحد في الشغل. برغم فرق انا في فرق اسهل انا احترمها جدا بتقدم شغل جميل يعني. انا كنت بس داير اسال في اقل من دقيقه اجابه ونحن زمننا شارف على الانتهاء او انتهى فعلا عن دور كليه الموسيقى والمسرح او المعهد الموسيقى والمسرح سابقا في تطوير الموسيقى السودانيه. طيب لو مسكنا الساحه الفنيه الان معظم الخريجين كليه الموسيقى والدراما اذا ما طالب نظامي انا ايمين يعني درس 5 سنوات بياخذ بكالوريوس بيكون طالب بتاع الدبلوم درس 3 سنين. معظم الاسئله لو جينا نحسب الموسيقيين الموجودين في الساحه الفنيه هم كلهم عازفين بتاع النوتة وناس يعني دي حرفتهم اصبحت. فكليه الموسيقى دي من 69 ومن اول دفعات تخرجت في اوائل السبعينات كان بترفد الساحه الفنيه بموسيقيين بملحنين ب يعني افكار جديده الشكل بتاع التوزيع الموسيقي الاداء برغم انه كان مثلا مرض بفضول الناس لان الاذن الصناعيه تعود على حاجه معينه يعني لكن ضد المبدا حق التطوير يعني. لكن ساهمت يعني معهد الموسيقى او كليه الموسيقى مما تاسست كون يكون في اسماء انا ما اقدر اظلم ناس ظهرت يوسف الموصري في فنانين ابو عرك البخيت خليل اسماعيل محمد مرغني محمد وردي زيدان ابراهيم الناس كلهم كانوا في هذا الصرح في يوم من الايام في ما الواصل كمل في ما الوقف يعني منهم الظروف. بروفيسور فادي حسين نحن شاكرين لك لا ما عليك ما انا برايي كتر خيرك والله نورتنا في ظلال اصيل يوم الليله. المحاور عندنا كثيره ولسه في محاور عندها علاقه بالموسيقى والتدوين والاوراق العلميه المقدمه لكن نعم. الزمن حصرنا نحن تشرفنا بك جدا في ظلال اصيل كتر خيرك الله يبارك فيكم شكرا دي كانت مساحتنا يوم الليله في ظلال الاصيل اللي تنقلنا فيها من محطات مختلفة ابتدرناها بالصحفي والإعلامي والموثق للفن السوداني صلاح الباشا وحديث عن عدد من الرموز الفنية السودانية ومدينة ودمدني وتأثير في الويدان السوداني وتكوين لشخصيات استطاعت أن تقدم الكثير من الأعمال الفنية. كذلك انتقلنا عبر عدد من المحطات اللحنية في مساحتنا واختتمنا بهذا الحوار الثر مع البروفيسور والموسيقار فاتح حسين حول عدد من الموضوعات المختلفة والتي ابتدرناها بالتجربة الدراسية اللي تمت في روسيا مرورا بتجربته مع الراحل المقيم محمود عبد العزيز وحتى آخر المحاور ما زال لدينا الكثير ولكن انتهى الزمن المخصص لهذه الحلقة. غدا بإذن الله تعالى تلاقي جديد وفريق عمل جديد. حتى ذلكم الحين تحياتي وفريق العمل في أمان الله. السلام.